انطلقت فعاليات برنامج فاليو التدريبي الذي يستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب. يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على مهارات التواصل والعروض التقديمية ومقابلات العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة. كما يعطي البرنامج للطلاب فرصة طرح ومناقشة وتجميع الأفكار والمقترحات حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب. في النهاية تقوم مبادرة حياة كريمة باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى المبادرة. النهاردة احنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بتستقبل مؤسسة حياة كريمة الدفعة 11 من برنامج فاليو. برنامج فاليو تم إطلاقه من حوالي 3 أشهر، بيستهدف ان هو يوعي الطلاب الجامعات ببعض المهارات والمعلومات الأساسية، بالإضافة إلى نشر قيم التطوع وإحياء قيم المواطنة. احنا بنستهدف ان احنا نخلق مجتمع، المجتمع ده قائم على العمل التطوعي. هدفنا طبعا ان احنا نوجه طاقات الشباب اللي موجودة فيما يعود بالنفع عليهم اولا وعلى المجتمع القريب منهم ثم على الدوله كلها. احنا النهارده كنا بندربهم على مهارات الاتصال ومهارات التقديم والتواصل مع الفئات المختلفه، تحليل الجمهور اللي هم بيتعاملوا معاه، وان هم ازاي يقدروا يسمعوا مشاكلهم بشكل سليم، عشان في الاخر المهارات دي هو مش بس هيحتاجها معانا وقت التطوع في مؤسسه حياه كريمه، لا هو هيحتاجها في حياته العمليه عموما. ودي من الحاجات اللي انا يعني بحكي لهم ان انا وقتي انا ايام الكليه كنا بنقعد نسعى ناخد الكورسز دي بفلوس او ناخدها على قديم مدربين كبار، فكنا الفرصه دي متوفره لهم من خلال الاكاديميه وبالمجان، فدي حاجه كويسه جدا وهتفيدهم كتير قوي في السيفيهات بتاعتهم، وهتفيدهم ان شاء الله لما يخرجوا لسوق العمل بعد التخرج. جايين نحضر تدريب فاليو، مبسوطين جدا طبعا ان احنا حصلنا على الفرصه دي ان احنا نيجي نحضر التدريب ده، واخدنا سوفت سكيلز عن ازاي ان احنا نعرف نفسنا كويس، مهاره التواصل دي طبعا بتفيدنا في ان احنا اي مكان بنروحه لازم نعرف نفسنا كويس، فطبيعي ان احنا نبدا نعرف نفسنا، ما نخافش من الجمهور، ايه الاساليب اللي احنا نتعلمها عشان نعرف نتواصل، ازاي اصلا عمليه التواصل بتتم ما بين مرسل وراسل ورساله وقناه الاتصال والتغذيه العكسيه، كل ده اخدناه وده طبعا بيفيدنا في الشغل بعد كده. تدريب النهارده اول يوم كان في البرزنتيشن، وده قدر يخليني يوسع عندي الرؤية في كيفية التقديم، مثلا لو في ندوات او مؤتمرات او في برزنتيشن او سواء انا بقدم في انترفيو او الكلام ده، فده ساعدني جدا وخلاه وزود عندي الرؤية، وان انا يبقى عندي اكتشف حاجات جديدة تساعدني في وتنمي المهارات عندي. بنتعلم احنا ازاي نتواصل مع الناس وازاي نكسب الناس في صفنا، وازاي ان انت توصل لهم حاجه وازاي انك تقدر تساعدهم. بشكر الاكاديميه الوطنيه واسره حياه كريمه ان هم بيقدموا لنا حاجه زي دي، وطبعا هتفيدني جدا وهتفيد ناس كتير جدا.